برضه انا بحاول يعني نلم كده مجموعه معلومات ونفهم ونفهم الناس هي بتشتغل ازاي. حقن التخسيس ليه علاقه بالهرمونز؟ هي ليها علاقه بهرمونات الجهاز الهضمي اللي هو جي ال بي 1 وجي اي بي. المفروض ان هو احنا الفكره من اي تخسيس زي ما قلنا ان احنا مساعده الشخص على ان هو يحس بحاله الشبع بدون ما ياخد كميات اكل كبيره. فالهرمونات دي بتدينا احساس عن طريق فعلا ان هي بتقلل من حركيه المعده بالذات او من تفريغ المعده للاكل، بتاجل الكلام. هو ده الاسلوب العلاجي بتاعها، ولكن التمادي فيه او تاثير الدواء بشكل مبالغ فيه على المعده هو اللي بيدينا برضو العرض الجانبي. او التفاعل مع الدواء وحاجات عند الشخص نفسه، لا مش حاجه مرضيه مثلا. الدواء نفسه ممكن يكون ليه تاثير اكس، ممكن يكون ليه تاثير 10 اكس على المعده. اكس اللي هو العلاج المناسب، يعني احنا تقليل من تفريغ المعده هو ده الطريقه اللي بتخلي الشخص عنده احساس بالشبع لفتره طويله ومش محتاج ان هو ياكل. لكن يوصل لدرجه ان هو يمنع الشخص ان هو ياكل وعنده احساس وميول للقيء بشكل مستمر ومش قادر في ال 24 ساعه ان هو يدخل احتياجاته الاساسيه، كده بقى دخلنا في الناحيه المرضيه بتاعه الايه. انا قصدي ليه التاثير بيفرق مع شخص يبقى اكس ومع شخص اخر يبقى 10 اكس مثلا؟ تاثير الدواء الموضوع ممكن ليه علاقه، يعني في حاجات احنا بنعمل تيتريشن في الاول، يعني المفروض ان احنا نبتدي الحقن دي بشكل تدريجي ويبقى بشكل تصاعدي مدروس عشان القصه دي. بعد ما بنوصل للجرعه اللي هي المفروض الجرعه العلاجيه بتاعه الشخص، حتة بقى مين ممكن يحصل له المضاعفة دي ممكن ومين ممكن ما يحصلوش، ما بنقدرش ان احنا بالمتابعة، يعني احنا يعني نحاول نشخص الموضوع في بداية، يعني ما نستناش. احنا متابعين الشخص بشكل يومي، عارفين هو بياكل كمية قد ايه، اللي داخل لجسمه قد ايه، فاحنا مطمنين عليه. مجرد ان هو يبتدي في كميات الاكل بتاعته اقل من الطبيعي او اقل من المطلوب او اقل من احتياجات جسمه، فاحنا بنقول دلوقتي بقى في خطر عليه. خطر عليه ممكن نقلل الجرعة شوية، تمام، ونشوف التأثير بتاعها ايه. لو فضل الموضوع ده مستمر، لا ما بنكملش الحقن علشان يقدر ان هو يدخل الاحتياجات الاساسيه بجسمه، لان الطريق ده في اخره هيبتدي بقى يحصل قصة الشلل بتاعة المعدة ممكن نوصل لها، وان هو مش قادر ان هو يدخل اي اكل وشربه، وهنضطر ان هو يدخل مستشفى ويمشي على محاليل ووقف الحقن لحد ما تستعيد المعدة حركتها تاني وترجع تتحرك بشكل طبيعي. يعني من الاخر لازم اشراف طبيب، لازم اتاكد ده النوع المناسب ليا ولا لا، اتاكد من اي هيستوري مرضي عند الشخص نفسه او ايه هي اصلا اسباب السمنه، عشان نبقى وصلنا رسالة مهمة من الوعي للناس. وهو موضوع السمنة هو ليه يعني الموضوع فعلا مش سهل، في أبحاث كثيرة جدا. يعني موضوع السمنة ده من أكتر المجالات الطبية حاليا اللي عليها أبحاث كثير جدا، لأن هي يعني ريسنتلي مش من زمن طويل جدا بنبص للموضوع لأنه مشكلة صحية لها علاقة بمشاكل صحية كثيرة جدا على الناس على المدى الطويل. ففي ابحاث كتيره جدا وفي امل وحلم ان احنا نوصل لدواء يعالج السمنه، في امل وحلم. فعشان كده احنا في مرحله ان في يعني هوجه من الابحاث، وكل سنه هيطلع كميه من الادويه الغير طبيعيه، في منها اللي هيكمل وفي منها اللي هيتسحب، ممكن الجراحات تكمل وممكن ما تكملش. يعني الموضوع فعلا كبير جدا وفي ابحاث علميه كتيره جدا، فعشان كده فعلا الحذر وان احنا نبقى ستريكت، يعني نبقى فعلا ماشيين حد طبيب موثوق يقدر يمشينا فعلا على الطريق الصح، ونبعد عن الحاجات الوهميه والكلام الوهمي. مفيش حاجه في الدنيا سحر، مفيش حاجه في الدنيا مش دوسه زرار كل حاجه هتحقق يعني لنا احلامنا بدون اي مجهود. في جزء على حضرتك، في جزء على الفريق الطبي، في نسبه مضاعفات قد تحدث لازم نتقبلها، ولكن نسبة المضاعفات دي مهما كانت هتبقى اقل خطورة علينا من مشاكل السمنه نفسها على المدى الطويل. طيب تعليق برضو من حضرتك اتفضل. طبعا هو النقطه مهمه جدا، متى يوقف هذا العقار؟ يعني ده مهم، يعني واحد بياخد وصرف اللي وراه لقدامه، لو ما وصلش لانه يفقد على الاقل 5% من وزنه خلال 12 ويك او 12 اسبوع، يعني 3 شهور مع الجرعه الكامله، يبقى نوقف العلاج. فهنا نقطة مهمة قوي. طيب. برضو الطبيب لازم يفهم المريض احنا نوقف العلاج لو انت ما استجبتش. لو ما استجبتش، ودي حدوث يعني ممكن تحصل، يعني نسبة الاستجابة في اكبر الدراسات ممكن 40-50% من الناس خدوها، يعني مش كل 100% بيستجيب، مش كله بيخس يعني. بالظبط كده. احنا عايزين نقول الموضوع محتاج زيادة الاورنس، الوعي الطبي، والوعي الطبي يعني خلينا اقول لكل الزملاء، يعني كل الزملاء في تخصصات مختلفة. يعني طبعا احنا زملائنا في التغذية
الأجهزة العلاجية لهم دور هام جدا جدا. الناس الفيزيوثيرابيست ممكن حتى كتأهيل وعلاج واحد ما كانش بيقدر يمشي خالص زي ومع السمنة إذا أقدر أخليه يمشي واحدة واحدة وجريد بشكل معين هو يفقد كالوريس ويبدأ نستجيب. دي بتبقى مهمة جدا جدا. الأطباء زي ما احنا قلنا في أثناء الحلقة مع مختلف التخصصات كله بيكمل بعض، يعني مفيش حاجة اسمها الموضوع ده بتاعي أنا بس. لا مفيش حاجة اسمها كده. صحيح.